السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس. انا جبت لكم واحد الفيديو اليوم، ان شاء الله غندير الحوت في اللاطه. الحوت داك النوع ديال الباجو كيجي زوين ورائع، وغادي نديروه ان شاء الله مع الخضره مع الفلفله وبطاطا وخيزو. والمقادير كالتالي: كنشدو اول حاجه الباجو، كنشدوه كنقيوه من ديك القشره. واسهل طريقه انا كنستعمل هو هذا الموس ديال الخيزو، كنحيد بيه القشره، كيتحيد بيه بسهوله احسن من الموس عادي. كينضفو مزيان، ومن بعد ما كنغسلو كيتسقطر كنفلحو هكذا على جوج جوايه، كنفلحو فين نخشي الحامض. ها هو مفلح. عندنا 4 ديال مطيشات دواور، عندنا طرونشات ديال الحامض هكذا نص على حسب التفليحات ديال الحوت، عندنا الربيع مدقوق مع 3 ديال الدروس ديال الثومه في المهراز، عندنا 4 ديال الخيزويات مسلوقين حيت كيشد خيزو الطياب، عندنا فلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء، عندنا 4 ديال البطاطاس كنديروا اليوم هكذا شرائح طوال ماشي دواور، كنديرهم شرائح طوال باش كيجيو في الطياب زوينين، وعندنا الحامض الملحه التحميره البزار الكمون. ونبداو على بركه الله. بنات الربيع اللي مدقوق مع التومة، ديجا دقيناه بشوية ديال الملحة، كنديرو نص معلقة ديال الملحة، كنديرو نص معلقة ديال التحميرة. الشرمولات الحوت راه المغربيات تبارك الله حادقين فيها وكيعرفوها كاملين. نص معلقة البزار، نص معلقة ديال الكمون، ومعلقة كبيرة ديال الحامض معصر باش كتجي بيه الشرمولة زوينة. وكنديرو جوج معالق ديال الزيت الرومية، وكنخلطو لقامة هكذا. فاش كنخلطو لقامة هكذا كنشدو من طبيعة الحال، وكنعمرو الوسط ديال الحوته هكذا، وكنعمرو هاد الجناب هكذا دوك التفيليحات هكا باش كتدخل القامه مع الحوت، وكنخليوه يترقد. كنشدو الثانيه هكذا كنعمروها من الراس حيت ديجا خويناه وغسلناه، وكنديرو هاد القامه كامله في هاد التفيليحات اللي كاينين هنا باش كيدخل وكيجي الحوت بنين. نتوما البنات كنديروا مطيشه كل واحد والطريقه ديالو باش يستف، نتوما حرين في الطريقه كيما بغيتو تستفوا فيها تستفوا فيها. كنوريكم الطريقه اللي كندير انا. فوالا كنستفوا مطيشه، كنستفوا فليفلات دواور هكذا، كنعاودو نديرو خيزو سلقناه من قبل لانه كيشد الطياب ماشي بحال البطاطا. البطاطا تبارك الله دغيا غير كتعرق وكت باش كيجيو تتعرق وكطيب تيجيو فيها لي كولور زويونين. وعاد كنديرو البطاطا فوالا فريمون كتجي زوينه وكتجي البنه ديال الخضره طالقه في بعضياتها. تلق لكم ان شاء الله سيدنا رمضان هو على الابواب، كتجي غزاله. وعاد كنشدو الحوت ديالنا كنديروه هكذا، كنديروه بهذه الطريقه، كنشدو هاد النصاص ديال الحامض وكنعمرو بهم هاد الفتحة ديال الحوت باش كيجيو عاطي اللوغو ديالهم، وتا كيجيو في اللاطا بيان ديكوغي لان حنا العيل اللي كتاكل ما كتاكلش
الكرش، ومن طبيعة الحال كنديروه في الفلفلة حارة اللي كيبغي الفلفلة حارة، وكنزينوه كنديروا عليه من الفوق شوية ديال الزيتون مسلالة حتى هو كيعطي واحد لوغو. وملي كتشاف لينا البنات واحد شويه ديال اللقامه كنزيدو عليها شي نص كاس ديال الماء صغير وكنعاودو نسقيو بها اللاطه. هانتوما البنات، وكنغطيوها البنات بابي الومنيوم وكندخلوه الفران مدة ديال 40 دقيقة إن شاء الله باش غادي يطيب مزيان. الفران يكون مجهد على 180 درجة 190، وملي كنبغيو نجربو كنخشيو في الموس في البطاطا. إلا بان لينا الموس تخشى في البطاطا سيتادي راه طاب كلشي، لأن الحوت فخاجيل والبطاطا اللي إلا طابت البطاطا طاب كلشي. ونتلاقاو إن شاء الله من بعد ما طيب. هانتوما البنات بعد ما طاب الحوت، هانتوما ما شهيتكم فيه، تيجي غزال وشارب لقامة، تيجي رائع. نتمنى الوصفه ديالي اختي تعجبكم، وما تنساوناش من لايك ومن ابوني الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم.